خالد مرحبا بك على موقع البطوله.com. اول منادات ديالك المناسبه قاريه ونهائيات كاس الامم افريقيا، كيفاش تتقبل؟ صراحه الله سبحانه وتعالى الجمهور المغربي الجميع كيتذكر المرحله الحرجه اللي كنت مريت فيها والمرحله الصعبه. الحمد لله المنادات عليا كاس قاريه جات من بعد المشاكل اللي عشتها، فهذه احسن هديه نتلقاها من الناخب الوطني اللي كنتمنى ان شاء الله يلحقوا شي نتيجه ايجابيه باش ترضي الجمهور المغربي ان شاء الله. بطبيعه الحال واش الطموح ديالك هو تحقيق كاس افريقيا؟ واش نعرفوا انه طموح، ولكن شنو هي الرساله اللي تقدر توجه للجمهور المغربي؟ صراحه فاحنا كلاعبين الطموح ديالنا هي نمشيو الى ابعد النقطه ان شاء الله، فاللاعبين ولا الطاقم التقني ان شاء الله عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي ترضي الجمهور المغربي. كنت الجمهور المغربي راه متفائل بالفريق الوطني، لان رغم ان غالبيه اللاعبين تكون اول مشاركه قاريه ديالهم، هذا بالنسبه لي يكون دافع معنوي ليهم وحافز، وكذلك ما ننساش الطموح ديالهم باش غادي يخليو ان شاء الله الجمهور المغربي يثق فيهم. كطموح شخصي ان شاء الله كنتمنى على الاقل وصلنا للقاعه الذهبيه ان شاء الله. الان انتم مع الرجاء البيضاوي، فريق متكامل، فريق قوي، بطبيعة الحال الكل رشحوا باش يتوج بالبطولة الوطنية لدعم. كيفاش تتشوف التفاعل ديالك مع الجمهور الرجاوي بطبيعة الحال؟ حتى الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي صراحة عندها واحد الدور كبير على المنتخب ديالي المنتخب الوطني. فأول مرة تصل قدمي لمركب محمد خميس، صراحة رغم أنني كنت احتياطي في أول مقابلة كنظن الجماهير الرجاوية تلقيت منه واحد الدعم واحد المساندة كبيرة، وهذا هو اللي خلاني دائما في أي مقابلة كندخل فيها كنتذكر الدعم ديالهم، والحمد لله باش نحقق واحد النتائج إيجابية للجمهور والبطولة. البطولة كنظن كتبقى ملعوبة ما بين ثلاث فرق، الرجاء والوداد والجيش، وبطبيعة الحال كحارس فريق الرجاء البيضاوي كنتمنى نهدو البطولة تكون البطولة الرجاوية.